Mini Studio. جاهزين لحلقة جديدة من ميني ستوديو. أنا وكيكي وكل الأكيب هون صرنا حاضرين لنقدم لكم حلقة كتير حلوة وأكيد ما رح تنسوها. بالجاسبس اليوم عندي خبريتين كتير حلوين. أول خبرية هي عن The Lion King وتاني خبرية هي عن Austin and Ali. خبرية Lion King بتقول إنه السافان يلي موجودة بـ The Lion King هي سافان حقيقية موجودة بأفريقيا. أكيب عمل كتير كبير من ديزني تشانل سافروا على أفريقيا وقضوا هونيك 9 أشهر ليدرسوا هيدا السافان مزبوط وينقلوا لنا إياها مثل ما هي مع كل الديتيلز الموجودة فيها. فإذا السافان يلي عم تحضروها بهيدا الموفي هي سافان موجودة بأفريقيا إذا حابين تروحوا تزوروها. رح نحضر هلا هكونا مطاطا من The Lion King ومن بعد أكيد في خبرية تانية خليكن عم تحضروها. When he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame! What a change in my name! Oh, what's in a name? And I got downhearted! How'd you feel? Every time that I... Hey, Pumba, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata. ومن هاكونا ماتاتا رح ننتقل لتاني خبرية مثل ما قلت لكم عن أوستن أند آلي. إذا بتحضروا أوستن أند آلي على ديزني تشانل ديزني حبت تعطي كادو لكل الفانس تبع هيدا المسلسل ورح تعمل لهم موفي. فإذا موفي جديد لأوستن أند آلي اسمه أوستن أند آلي ذا موفي رح ينزل قريبا على ديزني تشانل ونحن هون رح ننطر الدات يلي رح ينزل فيها لنرجع نقول لكم عنها هون بجاسبس بميني ستوديو. هلا رح نحضر راس لينش بميوزك فيديو كتير حلو من تيم بيتش موفي ومن بعد حلقة ميني ستوديو رح تنطلق هتروح لمحل Girls like boys like me كيفكن اليوم؟ تمام؟ عندكن أسئلة بتحبوا تسألونا إياهن؟ كل هالأسئلة فيكن تبعتولنا إياهن عبر فيسبوك بيج لميني ستوديو. كل سؤال بيخطر عبالكن فينا نجاوبكن عنه. وفي بعض الأصحاب بعتولنا أسئلة رح نجرب اليوم نجاوبهن عليهم. مثلاً ليش مية البحر مالحة؟ ليش أقولكن؟ من وين بتجي مية البحر؟ مية البحر بجرفها المطر من وين؟ يلي بيكون نازل ومحمل معه كل المعادن وكل الملح الموجودة بالجبال. فإذا المي بتجي من الغيوم بتنزل وبتجرف معها كل الملح والمعادن الموجودة وبترجع بتخلص وين؟ بالآخر بالبحر. ولما بيكون في شمس قوية وبتتبخر هالمي شو بيبقى؟ بيبقى الملح أكيد. فإذا صرنا نفهم شوي ليش مية البحر مالحة؟ إذا عندكم غير أسئلة بعتولنا إياهن كمان. مشان هيك أنا جبت لكم هيدا الكتاب يلي اسمه Le Grand Aventurier des Mers. بيحكي عن كل القصص يلي صارت بالتاريخ بتتعلق بشخصيات مهمة
عيشوا على بواخر كبيرة انشهرت بالتاريخ وعملت اشياء كتير مهمة بيحكوا عنها بعد لليوم. فإذا اللي بحب التاريخ هيدا الكتاب لأصحابنا اللي عمرهم 10 سنين وأكتر تيتعلموا اشياء كتيرة عن البحار، وأكيد بيقدروا يبعتولنا أسئلة ويسألونا إياهن إذا هن حابين. فإذا بحلقة اليوم نحن عم نبلش جمعة جديدة، ورح نبلش كمان نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين من بيناتكم بعت لنا رسالة وربح معنا هدية اليوم. فيكن تبعتولنا رسائل وفيكن تبعتولنا صور أو رسمات إذا بتحبوا. هل رسالة مهضومة كتير لأنه من صديق صغير عمره 5 سنين بيقول انه بحبنا كتير واسمه يوسف خالف، يوسف خالد الشباسي. يوسف بعت لنا صورته كمان، للأسف مهضوم كتير الصورة عم بتطلع فيها بس ما فينا نفرجيها لأنها كتير صغيرة. إذا بتحبوا تبعتوا لنا صوركم عبر فيسبوك بيج بدكم تبعتوهم هاي رز ويكونوا كتير كبار تنقدر نطبعهم ونفرجيكم إياهم، وهيك أصحابنا الكتار بيربحوا معنا هدايا مثل ما يوسف خالد رح يربح هلأ الهدية. ثانك يو لإلك. يوسف منه عايش بلبنان بس ما مش مخبرنا وين عايش بأي بلد، بس بيقول إنه بيبعت لنا بوسة كبيرة وخاصة لإلي أنا رح أوصل له البوسة. ثانك يو، رح تربح هدية سوا رح نشوف هديتك ونقول لك مبروك يوسف، ببعث لك بوسة كبيرة. ومثل كل أصحابنا اللي بيربحوا هدايا احفظوا رقمنا 03-85-86-87 تتجوا تستلموا هديتكم. مبروك، وهلأ رح نكفي البرنامج وعنا مفاجأة كتيرة لإلكم. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لإلكم، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. هاي لكل يلي عم يحضرونا هلا كنت عم بسمع غنية هابي، ومين جوابنا على هذا السؤال؟ من أي غنية اشتهرت هالسنة أكتر شيء هي غنية هابي؟ جوابتنا عليها ندى مرعي، وأكيد رح تربح هدية، خلينا نشوفها كلنا سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. سؤالي لليوم هو شو؟ مين بميني ستوديو بيحضرنا فاني فيديوز؟ أكيد بتعرفوا مين، مش كيكي ولا فيليب ولا أنا. مين بقى؟ أنتوا بتكون تحذروا، بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، أكيد بتعملونا لايك وبتجيبوا على هذا السؤال. بشوفكن بحلقة جديدة. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. كوكوكي كوكوكي بتسمعوا كل يوم، كوكوكي كوكوكي بيوعيك.
أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون فريق من استوديو. لا حكيم لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس. لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من البلف. علي ديب عمره 10 سنين، بحب كتير السبار وما بيحب الدجاج. تشيلسي مقبل عمره 10 سنين، بحب كتير الرقص وما بتحب أبدا المجدرة. بلشت 1 مينت ات بي ال اف لحد هلا. تعرفنا على المشتركين ورح نبلش نلعب لنشوف مين معقول يكون ربحان مثل ما عرفتوا بال100 دولار. كلكم تعودتوا انه ب 1 مينت ات بي ال اف بنك ليبانو فرانسيز عم بيعطيكم فرصه انه تجوا لعنا لهون على الاستوديو تلعبوا لعبه كتير هينه بس كتير حلوه وتربحوا اليوث باكج اللي بيتضمن كمان 100 دولار وخصومات بمحلات عديده. فاذا اذا حابين تجوا لعنا فوتوا على بيج بنك ليبانو فرانسيز اللي عم تقطع هلا قدامكم. سجلوا كل اساميكم لانه نحن ناطريكم. تشيلسي جاهزه؟ يلا ستارت جيم. بدنا 20,000. ألف 110. مظبوط. 100,000. 170,000. 80. 160. 141. بعد مايك 10 ثواني. 71. اوكي 190,000 وخلص الوقت. تشيلسي قدرت تجمع 2895 نقطة. بعد في علي ناطر انه يلعب لنشوف قد ايه معقول يكون السكور تبعه. يعني بالاخير يا تشيلسي يا علي رح يربح. رح نترك علي يلعب لنشوف مين. بلاي اجين. 50. 70,000. 51,000. 125. 35. 250,000. 51,000. 135. 1000. إذا غلبطت بوس عليهم بيرجعوا لمحلهم. وحدة تانية. 1000. خلص وقتك يا علي والسكور تبعك هو 2845 نقطة. السكور تبعهم كان كتير 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 قريب بس بما أنه تشيلسي جمعت السكور الأعلى فإذن هي اللي ربحانة معنا لليوم. رح نشوف كنا سوا شو هديتها بس بدي أذكركم أنه إذا بدكم تشوفوا كل صوركم وصور الرابحين فوتوا على بيج بنك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب. هونيك بتسجلوا أساميكم إذا بدكم تجوا وكمان بتشوفوا صوركم إذا كنتوا جيتوا من قبل وربحتوا أو بدكم تشوفوا مين ربح فيكم تشوفوا كمان هونيك على بيج بنك ليبانو فرانسيز. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة شوز تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي أصير حكيم. بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. استوديو. هلأ شوفوا هالبنت كيف رح ترقص على جنة. ناطرتها تقولها عم تعرفها الغنية مظبوط. بتطلع بالكاميرا وبتضحك كمان. ما
مهضوم هالبيبي. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو تبعنا، وانتو كمان ما تنسوا اذا عندكم فيديوز كتير حلوين وكتير بضحكوا مثل هالبيبي اللي عم يرقص غانغنام ستايل، ما بعرف قد ايه عمره، في سنه بركه، بعثوا لنا اياهم على فيسبوك بيج او على انستغرام او على تويتر او على كل وسائل السوشيال ميديا على ميني ستوديو. فاذا انا ناطره الفيديوز تبعكم، بشوفكم بحلقه جديده، باي. الجلادة، مع الجلادة، أنا بتأثر بالطقس، إذا كان شوب ما بقعد الجلادة أدرس، الجلادة كيف هلا شو بدها اخترع شيء لإلي إنه أنا ما فيني أدرس، على طول هذا، أعطوني شي فكرة بليز ساعدوني، شو لازم أقول له إنه أنا اخترع له شي اختراع، خلص شكرا ما بدي مساعدتكم، لقيت الحل، هلا بيوصل إيدي يعني شوفوا من نظاري بعمل فيه. رادون؟ ايه؟ أنا وصلت وجاهز ومحمس كثير لأنه ندرس أنا وياك. ايه أهلا وسهلا فيك يا إلي. بتعرف إنه إيه؟ وعدناها لشوفوني إنه نراجع كثير منيح وراح نكون قد كلمتنا. طبعاً. يلا. شو لك إيه؟ هذا الكتاب؟ ايه نعم. يلا افتح وبلش اقرا. يلا. شو بك رادون؟ ليه ما عم تعرف تقرا؟ مش عم بعرف اقرا يا إلي، بس شايف الورقة بيضة. شايفة بيضة؟ ايه. ليه شايفة بيضة؟ ليه أولى؟ ما بعرف ما بقشع هيك كلها ورقة. رادون عن جد عم تحكي ولا ما بدك تدرس؟ لا يا إلي ولا، ما أنا عندي فقرة، أنا عندي فقرة، مش أنت يا إلي، شو ليه هيك دايما بتعمل فينا؟ لأنه أنت ما بتعمل هيك أبدا. بس إلي عن جد هالمرة لا ما عم بعمل. ما بعرف، شايفة كلها بيضة، ليه أولك؟ أنت شايف هدي، شوف لشوف هالورقة بيضة ولا في رسمات عليها؟ لا أبدا منا بيضة هيدي الورقة رادون، كلها ألوان. أبدا بيضة وايت 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 يعني وايت إيه؟ طيب شو العمل؟ ما بعرف أولك، لأني غطست بلا 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 ماسك وقتها. بتعرف شو عم بيصير فيني؟ أنا عم بقطر لعيوني يا قليل، عم بقطر ثلاث مرات بس، يمكن فاتي مدتها القطره معقول؟ لا اكيد مش فاتي مدتها. وليش هو ما بقدر اشا؟ رجعت للطبيب تبعك؟ ايه طبعا، هول شوفوني بتهتم فيهم. واصلا شوفوني قلت لانه مش الحال. شو عرفها شوفوني؟ شو ما تكون دارسه سبع سنين طب شوفوني حكيمة عيون يعني، ما تكون شو قاعده بعيوني هي عم تشوف اذا انا ايش ولا مش ايش؟ شو بدها تعرف بكل شيء؟ تهتم بخياطتها تعمل معروف شوفوني بس. يعني ما معها حق شوفوني. أكيد يمكن لا، يمكن بالغلط قلت لي إنه صحيت أنت، بس أنت ما صحيت. ما لها حق تقول إذا صحيت ولا لا، حق تقول هذا قصير هذا طويل، إيه بس ما لها حق تقول إذا صحيت ولا ما صحيت يعني. طيب يعني من الآخر ما فينا ندرس اليوم لأنه أنت ساخن. صح ما مظبوط، بعرف شفت ليه بحبك لأن يا إلي أنت بتفهم لي راسي دغري. ما أوكي. فيني أدرس. أوكي رح فل أنا هلا، بس ديعانا روحت عليك مشوار. أنا قلت بنجم ندرس شوي اليوم أنا وياك. إيه؟ وبعد الدرس إيه؟ في فيلم بالسينما نازل. إيه؟ كل العالم عم يحكوا عنه. طب منروح منروح أنا منروح أنا وياك من بعد الدرس، بس كيف بدك تروح وأنت أنجا قادر تقشع؟ فرح تنام هلا وتريح عيونك، وبركي بكره برجع بجي أنا وبندرس سوا، وخلص بلا ما نرجع نروح نحضر فيلم بالسينما، هيدا مش حياخذوا معي، رح أترك لك إياه، بركي رجع صار فيك تقرا وتحسن وضعك شوي، وأنا برجع بشوفك بكره. عطول بتشل مع إلي، ما بعرف ليه شو ليه هالصبي هيك، ليه عطول على الله، ليه عطول بيقهرني، ما بعرف بس حلوة كانت الفكرة إنه ما عم بقشع. لا مبالا ما تقول لا مبالا، كانت حلوة، أنا بعرف أكثر منكم. Je t'aime tant.
وعدناكم بأول الحلقة، هلأ رح نكفي نجاوبكم على أسئلة أنتو طرحتوهن علينا. في حدا منكم سألنا من وين جاي الشوكولا؟ الشوكولا يلي كلنا منحبه، أكيد كلكم أكلين شوكولا بحياتكم، هو بناخده من الكاكاو، من حبة الكاكاو. في شجرة اسمها شجرة الكاكاو يلي سمرتها تقريبا أصغر شوي من الشمامة، بقلبها في حبوب الكاكاو، كل وحدة في بقلبها تقريبا 40 حبة كاكاو. هالحبوب أكيد بيشلون بينشفون بيرجعوا بيطحنون بحلون لبودرة الكاكاو. ومن زمان بأمريكا الجنوبية كانوا يدوبوا هالبودرة ويشربوها بدون سكر، يحطوا لها حر وبهار، وكانت تقريبا دواء قد ما منيحة للصحة وبتنفعنا. من تقريبا 170 سنة صاروا يعملوا تابلات دو شوكولا يلي منعرفها ومشريها اليوم بالمحلات، وأكيد بحطوا بقلبها أو حليب أو سكر أو جوز أو لوز أو بندق أو أنواع كتيرة مثل ما بتعرفوا ومثل ما نكون دايقين. وإذا بتحبوا تشوفوا صور تشتهوا بعد أكتر الشوكولا، رح نشوف سوا بعض الصور لأنواع مختلفة من الشوكولا، لأنه اليوم صاروا يتفننوا ويعملوهم بطريقة مختلفة. أنواع الشوكولا كتيرة، الشوكولا بينفعنا بس أكيد لازم ننتبه إنه هو إذا كان في بقلبه كتير سكر هالشي بيقدر يضر سناننا. وكل شي بناكله لازم ناكله بطريقة منتظمة وما ناكل كتير كمية كبيرة، ونفرش دايما سناننا أكيد بعد ما نكون أكلنا شوكولا. فإذا شهيتكم رح تروح تاكلوا شقفة شوكولا وكي صغيرة، وما تنسوا كمان تتعشوا، أهم شي نتعشى ناكل فواكه وبعدين إذا بدنا نقدر ناكل شقفة شوكولا صغيرة. هلأ حلقتنا خلصت، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة، باي. بيرلا أبو عايشة سنة، هابي بيرثدي لإلك بيرلا. مبروك كيدز تينز جايد، هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Mini Studio.